كيف تعزز ثقتك بنفسك؟ قناة منبع الحكمة. الثقة بالنفس هي صفة مهمة تساعدنا على التعامل مع التحديات وتحقيق النجاح في حياتنا. إذا كنت تبحث عن طرق لتعزيز ثقتك بنفسك، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك. اعتمد منهجاً إيجابياً تجاه نفسك وقبول ما تكون عليه. تحدث إلى نفسك بلغة إيجابية وتركز على نقاط قوتك وإنجازاتك بدلاً من التركيز على النواحي السلبية. قم بتحويل الأفكار السلبية التي تدور في ذهنك إلى أفكار إيجابية. استبدل الشك والقلق بالثقة والتفاؤل. قد تكون هذه الممارسة تحتاج إلى بعض الوقت والجهد، ولكنها ستساعدك في بناء ثقتك بنفسك. حدد أهدافاً واقعية وصغيرة قابلة للقيام بها واجعلها خطوات نحو تحقيق الأهداف الكبيرة. عندما تحقق أهدافاً صغيرة، ستشعر بالرضا عن نفسك وستزيد ثقتك في قدرتك على تحقيق الأهداف الكبيرة. قم بتوسيع معرفتك ومهاراتك في المجالات التي تهمك، فالاستمرار في التعلم وتطوير نفسك يمنحك ثقة إضافية. قم بقراءة الكتب وحضور الدورات التدريبية واستفد من الفرص لتعلم أشياء جديدة. قم برعاية مظهرك الشخصي واهتمامك بالصحة العامة. عندما تشعر بالراحة والثقة في مظهرك، ستكون أكثر ثقة بنفسك في المجتمع. قم بالتواصل والتفاعل مع الآخرين بشكل إيجابي. كن مستعداً للمشاركة في المحادثات والنقاشات والتعبير عن آرائك بثقة. تعامل بلباقة واحترام مع الآخرين، ولا تخف من التعبير عن نفسك. قم بتحديد المخاوف التي تعوق ثقتك بنفسك وتحاول التغلب عليها. قد تحتاج إلى العمل على تجاوز بعض التحديات ومواجهة المخاوف، ولكن كلما قمت بتحقيق ذلك، زادت ثقتك بنفسك. قم برعاية نفسك واحترام احتياجاتك الشخصية. قد يتضمن ذلك ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم، وتناول وجبات صحية، وقضاء وقت للاسترخاء والتمتع بالهوايات التي تحبها. أخيراً، في ختام هذا المقال، يمكننا الاستنتاج أن تعزيز الثقة بالنفس هو عملية دائمة ومستمرة. يحتاج الأمر إلى الصبر والمثابرة والتفاني في النمو الشخصي بواسطة تطبيق النصائح والاستراتيجيات التي تم ذكرها في هذا المقال. يمكننا بناء ثقة قوية بأنفسنا والتغلب على التحديات التي تواجهنا. تذكر أن كل شخص يمر بتجاربه الخاصة، ولذا قد تحتاج إلى تعديل النصائح لتتناسب مع ظروفك الشخصية. اكتشف ما يعمل بالنسبة لك واستمر في استكشاف طرق جديدة لتعزيز ثقتك بنفسك. لذا اعتني بنفسك وكن متفائلاً ومتحمساً لتحقيق النمو والتطور الشخصي. استعد لاستكشاف إمكاناتك الحقيقية وتحقيق أهدافك لكل ثقة. تذكر أنك تستحق النجاح والسعادة في حياتك. قم بتطبيق هذه الأفكار والمبادئ في حياتك اليومية وشاهد كيف تزدهر ثقتك لنفسك وتصبح أفضل إصدار لنفسك. الآن حان الوقت لتشرع في رحلة بناء الثقة بنفسك والتألق في كل جانب من جوانب حياتك. استعد للنجاح والتفوق، ولا تدع أي شيء يقف في طريقك. كن واثقاً بنفسك، وتذكر أنك قادر على تحقيق كل شيء تطمح إليه.